إذا نحن في إحدى شقق أو منازل مدينة تبسم التي دمرتها قوات النظام بشكل تتريم كامل. هذا هو سطح الشقة التي ندخل إليها. إذا دمار شبه كامل للشقة. شغل الواحد هو الأخوة. هذا منزل السيد جهاد حسين أبو محمد. تم تدميره تدميرا كاملا على يد قوات النظام من قبل المدفعية والطيران. كما نشاهد الآن دمرت بدل السطح سطحان وهذا هو السطح. نصف السطح قد وقع وقوعا كاملا إلى الأرض. نشاهد مشاهد الدمار حول البناء المركز استهدافي من قبل قوات النظام. الدمار وكأننا الآن في منظر من مناظر مدن الحرب العالمية الثانية. شاهدوا أيها العالم، شاهدوا كم هي حجد أو كمية الدمار التي قام به جيش النظام. هناك حيث غرفة للضيوف تم استهدافها.